يمكن لسان حال كل المصريين في الشارع النهاردة، هل نرجع الشتوي تاني ولا نستنى شوية الصيف خلاص درجات الحرارة هترتفع تاني؟ دينا بشرتنا في أول الحلقة إن درجات الحرارة هترجع يعني ترتفع بعض الشيء بداية من اليوم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو والأرصاد الجوية من دينا شرف. اتفضلي يا دينا. بشكرك يا أحمد. بالفعل تعالوا كده نعرفكم عن أخبار الطقس بالتفصيل، لأن النهاردة هيئة الأرصاد بتتوقع أن في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. هيكون مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لكن بالليل الطقس هيكون مائل للبرودة. النهاردة هيكون في نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. عايزين نطمن من حضرتك عن أحوال الطقس النهاردة، وكمان لأن في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. بالفعل يمكن احنا هنبدأ من اليوم، ارتفاع في درجات الحرارة هيكون مدته 72 ساعة، يعني موجة من ارتفاع درجات الحرارة. ذروة الارتفاعات هتكون غدا الأحد بإذن الله. يعني احنا بنتأثر بوجود منخفض جوي 50 على الصحراء الغربية، ده اللي هيعمل على تأثرنا بكتل هوائية جنوبية غربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة. الارتفاع ده هيبدأ من اليوم، وترتفع درجات الحرارة عن الأمس بحوالي 4 درجات. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى توصل 30 درجة مئوية، يعني الأجواء خلال فترة النهار هنشعر بيها أن هي أجواء حارة خلال فترة النهار على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. هتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس هيكون مائل للبرودة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، سواحلنا الشمالية، القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري. أجواء معتدلة الحرارة على جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترة الليل. بالإضافة كمان أن اليوم مع فترة الظهيرة هيكون في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في المناطق الغربية زي أقصى غرب البلاد، مطروح والسلوم وسيوة. غدا بنقول ذروة ارتفاعات درجات الحرارة. يعني وهل يا ترى يعني الرياح دي هتخلينا نحس بحرارة الجو بشكل أكبر؟ يمكن اليوم مش هنقدر نحس بحرارة الجو بشكل كبير، لكن هو غدا اللي هنبدأ نحس بالارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، لأن دايما نشاط الرياح خاصة في فترة المساء وفترة الليل بيخلينا نحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة، مش بيخلينا نحس بارتفاع درجات الحرارة. صحيح. لكن غدا هو ذروة الارتفاعات، فاحنا هنحس أكتر بالارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. لأن غدا متوقع العظمى تكون 39 درجة على القاهرة الكبرى. صحيح. يعني بارتفاع 9 درجات عن اليوم. ذروة الارتفاع غدا أجواء شديدة الحرارة على كافة مناطق الجمهورية خلال فترة النهار. خلال فترات الليل كمان درجات الحرارة غدا هترتفع خلال فترة الليل وتوصل ل 22 درجة مئوية، فاحنا مش هنحس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل. لكن برضو من يوم الاثنين هتبدأ في الانخفاض مرة تانية؟ من يوم الاثنين هتبدا الانخفاض، بس الانخفاض مش هيكون ملحوظ، لان الاثنين متوقع العظمى تكون 34، هي تبدا طبعا في الانخفاض على سواحلنا الشماليه الغربيه، هيبدا يحس بانخفاض درجات الحراره، بس الانخفاض الملحوظ والملموس ان شاء الله هيكون من يوم الثلاثاء، هيكون في انخفاض ملموس وملحوظ في درجات الحراره. هنعود تاني للاجواء الربيعيه ودرجات الحراره. صحيح. المنخفضه خلال فتره النهار وفتره الليل، عشان كده مش بننصح برضو بتخفيف الملابس خلال أكيد. فتره الليل لسه خلال فترات الليل الاجواء. صحيح. هتعود تاني اجواء بارده او مائله للبروده خلال فترات الليل. فلسه ما نخففش ملابسنا دلوقتي خلال فتره الليل، لسه شويه محافظين على ملابسنا الشتويه خلال فترات الليل. فترات النهار نقدر نخفف الملابس، لكن فترات الليل لسه شويه كمان، يعني بعد اعياد شم نسيم زي ما كنا بنقول. بالاضافه ان كمان غدا هيكون في نشاط رياح مثير للرمال والاتربه على اغلب مناطق الجمهوريه. وحضرتك يمكن كمان ذكرتي ان شاء الله من يوم الثلاث هيبدا تنكسر هذه الموجه، وهنتابع مع حضرتك يوميا اكيد تفصيل حالة الجو. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلوني دلوقتي أستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على محافظات الجمهورية، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 30 والصغرى 17، الإسكندرية 28 14، مطروح 24 15، سيوة 36 14،
بورسعيد 25-14، دمياط 24-15، الإسماعيلية 30-15، السويس 30-15، العريش 24-15، طابة 28-15، كاترين 29-11، شرم الشيخ 32-21، الغردقة 34-20، الفيوم 31-15، بني سويف 31-15، المنيا 34-11، أسيوط 35-12، سوهاج 36-14، قنا 36-18، الأقصر 37-18، أسوان 38-19، الوادي الجديد 38-18، شلاتين 32-18، وأخيرا حلايب 30-17. طمنا حضراتكم عن حالة الجو، هرجع مرة تانية لأحمد وكسان علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.